50 بعد 60 70 لأنه 190 و 60 عملتنا نشتري آلي حاسبة محسن. ليش آلي حاسبة؟ ليش واحد مشان يدوم يحرك مخه بلا آلي حاسبة بلا مصروف زيادة؟ واحد يحرك مخه أحسن، ضل يحرك مخه يحرك مخه مشان ضل مخه شغال ما يوقف مثل الله. إذا تصير كله آلي حاسبة ما آلي حاسبة كله مخه صاير مثل صندوق بويا. لازم واحد من دون آلي حاسبة يحسن مشان دون مخه يشتغل، وفر لجيبه ووفر لمخه. 30 190 180. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحيي ابو عزاب. تفضل استاذنك. استاذ ماما تعرفني؟ ليش مين انت؟ ليش ما عرفتني؟ ولا بتنسي حالك؟ لك اي والله. لك مو انت ايش كان اسمك؟ احمد اللي كنت تجي مع محمد ديمو؟ ايه هو نفسه. لك ايه ذكرتك، انا بعرف عرفتك، بس انت ليش مسيب حالك هيك ريبت شعرك ما بعرف ايش وغير شكلك؟ انت اول احسن الله حسك انه من هذيك الجماعه. الله شيلك من الحكي كله، اجلك شربنا قهوه حلوان، اجلك طعمينا. اوه ابو عزاب، اوه ابو عزاب خير؟ شو بصير معك؟ ايش في؟ شو شاي مين هذا؟ انا قلت لك طالع عندي شيء. واول شغله ثاني شغله حدا بيجي لعند الثاني وايده فاضي جاي يبارك لي جاي تشرب يعني؟ لك يا ابو عزاب انا فتح محل قلبي زمان، فتح محل كافتيريا تيجي تشرب شاي وقهوه هون، هون محل شغل حبيبي. لساتك على عادتك القديمه، مثل ما رحت مثل ما جيت انت هذا، وما لك تغير ابدا. ما بتغير، الله حي الثابت، لازم ما يتغير. خيو على كل الاحوال ما راح طول معك بالحكي وما راح ضل عندك كثير. بكره وبعد بكره ان شاء الله بجي لعندك هيك باخذ لي بنطرون. ليش بكره وبعد بكره؟ تعال خود يا الله، ولا بعد بكره نفس الشيء؟ اكبروا عني يا خلص سيف على بكره. عندي شغل، والله عندي شغل، عندي معلمي عم يستنى. لك تعال تعال شوف المدير، انا بحكي لك مع معلمك. بسم الله ونعم الوكيل. اجى اخرني وما بعرف ايش سوى، وما استفدنا منه ولا بليره، ولا استفدنا منه ولا شيء. بسم الله ونعم الوكيل. بس السلام عليكم. وعزاب لك عيد. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل. سلام عمود. والله مشتاق لك، بس شو عم تعمل؟ عم مسح بالون. ايش لازمك؟ بناطرين، بلوزات، قمصان، شواكيز. عم تمسح البالون بلسانك؟ نفس الشيء، مو هذا المي وهذا المي. مي بمي، نفس الشيء. الله يوفقك. قصدك معك كحتني لهون؟ لك ايه كحتني، هي ما شغله مو كحتني. هلا انت وقت عم تشرب مي، مو وقت عم تشرب. خلص هالدار ساعة ساعة عم تشرح لي. قال سمعت اخذت المحل شو بيقولوا عنه؟ لك ايه ورده من ابوي هذا. لك ابوي ما استفدنا منه بشيء طول طول طول، هو عايش راح شوف يعني البخر اخذته ايش شو اخذته البخر، راح وما اخذ شيء معه. ليش؟ ليش صمد هذا المصاري كله؟ صمده؟ ليش سوى هذا الشيء كله؟ شوف راح وما ترك شيء وراه، يعني ما اخذ شيء معه، تركه كله ورا وانا ورثته. يعني هالبخل كان يبخل علينا كثير وما بعرف ايش يساوي. ليش؟ ليش هذا الشيء كله؟ بس عم صمت راح ايش ترك ورا؟ ما ترك ورا شيء طويل، ما اخذ معه شيء طويل، بس ترك هالمحل ورا. لسا انت عم تحكي على بخل ابوك؟ يا عمين بدك تجي يا اخي؟ يعني انت انظم على اساس؟ اي وعجب، شو مخبي كمان ابوك؟ لك انا لك بعرف ابوي معه مصاري، يعني مخبي مصاري خير الله من كثر ما كان بخيل وكثر ما يخبي مصراته. إيه ما شفت غير هالمحل منه، وين مخبي مصراته؟ والله ما بعرف. عم وين مخبيهم انت؟ يعني اذا مخبيهم شي معنى ربي مصدر. تعامة مثل ابوك طلعت. مين مثل ابوك؟ يعني اساس انت انظم يا صار لك ساعة بتلحس انه مشان ما توسخ، يعني ما تجيب مي. جيت كان بلور عليه قبره هيك. خلاص خلاص ابوي ما كان يمسحه. هلا شيني من ابوك بالهنا ان شاء الله. وجيب لي حلوان روح، وجيب لي حلوان خلينا ناكل روح. ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايش فيك ابو حسن؟ صار ما بدي حلوان، ما بدي حلوان، بس ركز ركز. انت جاي جاي لازم انت تجيب الحلوان وتجي. الحلوان جاي تبارك لي انت. ايش كل هاليوم ان شاء الله الصك اللي جاي يبارك لي ايده فاضيه. لك خلاص مشان ما اضربك ابو عزام شرفي، خلاص باخذ كنزي من الحلوان. خلص هي فوزي باخذها منك حلوان. ها؟ باخذها حلوان. هي غالية، ايش تاخذ حلوان ما حلوان؟ هي غالية يا محمد.
طيب ما مشكلة خلاص أعطيني هاي. لا كل شيء إلا هاي. ليه؟ كل شيء إلا هاي. هاي ماركة، هاي ماركة، الماركة هاي كل شيء إلا هاي يا محمد. خلاص عيد خود إيش بدك بس كل شيء إلا هاي. هاي ماركة إيش ما بدي باخذ. خلاص خلاص باخذ لي قميص معنا. لا شو لا شو لا كل شيء إلا قمصان محمد، كل شيء إلا تقرب على القمصان. خود روحي ولا تاخذ القمصان. بسم الله الحمد لله تعبت حيوان. خلص خلص لا كل شيء لا تعبت حيوان. خلص لا لا بطل. عم تمزح ما خطك فيني؟ ليش عم تضربني كاب؟ لك عم تمزح ما خطك فيني عم تقول ليش عم تضربك كاب؟ ما عاد بدي منك شيء. انت عندك الكف؟ لا تعال هون تعال. خلص نزل ايدك مشان ما تقول عم عذب بخيل. راح اعطيك حلوان. وي والله والله الحمد لله الحمد لله. لا ما بتستاهل هي، هي اغلى منك. الله لا يوفقك، هي غاليه كثير. شو بدك تعطيني حلوان؟ فكرت بدك تعطيني مصاري ذهب لبس. لقيت شيء غالي عندي وبتستاهله ومن قيمتك انت. ها هيك بعرفك احلى ابو عزاب. والله انا بعرفك انت ما في منك. انا بعرف انت عم تساوي هيك مرات يعني مو بايدك. كل غالي علي، كل غالي علي. تاخذ فرد ولا فردتين؟ ها لعيب نص عندك نص عندي، ايش رايك؟ لا خلص خذ خذ من دون من هذا حس. صح من هون مشوب. صح من هون مشوب. بس شو اشتغل غسله بصير نظامي. صح من هون شو؟ بس شو؟ خيال ضربتين خيطان فاض صار الوضع. ما بدي. لا لا لا. حلوان بك. لا لا بس. حلوان بس لا. بس انت تجيب لي حلوان. ما بدي حلوان، انا بجيب لك حلوان. يلا استنى. انا ايش الله تجبرني اجي عندك؟ خلص خلص خلص. على المحل. لا والله اخي ما بدي. خلص ريح حالك. انا اعطيتك حلوان ها؟ خلص شكرا. ما انت عارف. عشان ما تروح تدور الدنيا كلها وتقول ما ابو عزاب ما اعطاني حلوان، انا اعطيتك ولا ما اعطيتك؟ اعطيتني. اعطيتك ولا ما اعطيتني؟ ايوه مشان ما تقول للعالم انه ما اعطيتك. انا الحمد لله اللي بيجي لعندي بعطيه حلوان. كفو. بس انت ما رضيت الحلوان. بحر يلا والله. انت اذا تروح تجيب لي حلوان وتجي حلوان محل. اذا تجيب لي جوعان مشتهي من زمان مالي اكل مشاوي. مالي اكل مشاوي وبدي اجيب معك فرجه مشويه وكيلو كباب كيلو شرف. لك انا ايش الله لا تنسى كولاي والخبز. لك انا ايش الله جيبرني اجي لعندك. طلع حط لك بطاطا زياده. اخيو لك انا حمار. جوعان والله. لك والله انا حمار. يا بتعرف حالك حمار؟ بتعرف حالك حمار ليش جاي لعندي؟ خلصوا جيبوا اكل وتعال استناك. استناك. استقوص. تكره حمد القوص. تكره. تكره. لا تحرام. اخوي اخوي على هالنسوه. اخوي لا حمودي حمودي شو؟ لا تنسى تجيب معك حلو. ها حلو كمان. لا ليش الحلو؟ مشان بعد الاكل واحد بياكل بعدين متحلى. ماشي 3 كيلو وثلاثة ثلاثة بكفي بكفي ثلاثة ماذا كتر عليك؟ يلا اتأخر. ها اوف صرنا اسمه من نايفين وجهد على يدي وجري. جيب لنا هالاكل ناكل من عبي لاسبوع. لك صحيح ليش ما وصلنا على عشاء؟ يحرق حريش المخ. كنا عنا مخي بس كان وصلنا على عشاء كمان كان خبيته بالليل اخذته معي على البيت الاولاد. يلا ما صار ما في مشكله ان شاء الله بس يجي نرجع نوصل. هيا نضيف البلور. يلا نضيف لسه بقولوا لي بخبخ وما بعرف بخبخ ايش اسمه هذا البخبخ فيه.